أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المساء وفي عناوين الليلة نناقش. التصعيد في المتوسط مستمر، والرئيس التركي يحذر اليونان ودول أوروبية أخرى من مشاركة في مناورات عسكرية في شرق المتوسط والابتعاد عن اتخاذ أي خطوات خاطئة قد تؤدي إلى زوالها. بعد تجدد الاشتباكات بين قواته والقوات الحكومة في إبين ومناطق أخرى، المجلس الانتقالي يعلق مشاركته في مشاورات اتفاق الرياض الجارية بشأن تقاسم السلطة في محافظات جنوب اليمن. أهلا مجددا. حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظراءه في المتوسط من اتخاذ خطوات وصفها في الخاطئة والتي ستؤدي إلى زوالها. تصريحات تأتي بعد مناورات عسكرية بين اليونان، قبرص، إيطاليا وفرنسا لعدة أيام في جنوب جزيرة كريت. في المقابل مناورات بين تركيا والولايات المتحدة كإشارة على أن تركيا ليست بمعزل عن العالم وليست بوحيدة. الرئيس التركي صرح أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها في شرق المتوسط، ورئيس الوزراء اليوناني يطالب تفويضا من البرلمان في أثينا يسمح لحكومته ترك سياسة الانتظار والسلب والانتقال إلى سياسة خارجية مبادرة وفعالة. توترات تتصاعد بين دول حلف الناتو بعيد زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لكل من اسطنبول وأثينا للوساطة بينهما. سبقتها محاولات تهدئة مستمرة بقيادة الأمين العام لحلف الناتو يينس ستولتنبرغ. من ناحيتها أيضا صرحت وزيرة الجيش الفرنسي فلورانس بارلي على ضرورة ألا تكون منطقة شرق المتوسط ملعبا لطموحات البعض لأنها مساحة مشتركة، مشيرة إلى تركيا. إذن ما الذي تعنيه مناورات تركية أمريكية مقابل المناورات اليونانية، القبرصية، الإيطالية، الفرنسية؟ هل دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة سيساهم بحلها أم سيفاقمها؟ هذا ما سنجيب عليه في هذا المساء بالملف الأول بعد هذا التقرير. تلويح بصدام عسكري ونافذة للحوار، مد وجزر في مياه المتوسط، ورئيس تركي يهدد اليونان بالخراب. برلين تدخل على خط الوساطة بين أنقرة وأثينا. أمواج البحر ترتفع مع بدء التدريبات العسكرية الموازية. متوسط تتزاحم به السفن الحربية. تكتل أوروبي يضم فرنسا وإيطاليا، قبرص واليونان يجري تدريبات في المناطق المتنازع عليها مع تركيا، والأخيرة تجري مناورات مشابهة بمشاركة مدمرات أمريكية. دبلوماسيا، ورغم تأكيد الطرفين الانفتاح على الحوار، تحمل أنقرة جارتها مسؤولية التصعيد، فيما تصف أثينا خطوات أردوغان في المتوسط بمحاولة التوسع وبسط يد تركيا على ثروات المتوسط. وفرنسا تحذر تركيا من تحويل المياه إلى ملعب لطموحات وطنية، مشيرة إلى أن احترام القانون الدولي قاعدة وليس استثناء. تركيا ندعو نظراءنا إلى تنظيم أنفسهم والابتعاد عن الأخطاء التي ستكون الطريق إلى خرابهم. تركيا في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجا والبحر الأسود ستحصل على ما هو حقها، وبنفس الطريقة نضع أعيننا على أراضي وسيادتي ومصالح شخص آخر. تركيا لن تقدم أي تنازلات بشأن ما هو لها. تساؤلات تطرح حول أهداف أو رسائل تركيا واليونان من المناورات العسكرية في وقت تقوم به ألمانيا بمحاولة حل الخلاف عبر وسائل دبلوماسية لا عسكرية. فعلى خط العاصمتين الجارتين دعا وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الأطراف إلى التهدئة وعدم اللعب بالنار، فشرارة واحدة قد تؤدي إلى كارثة على حد وصفه. رغم الوساطة إلا أن ألمانيا ودولا أوروبية تقف إلى جانب اليونان في صراعها داخل المتوسط. خلاف تركي يوناني بات على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماع يسعى لنزع فتيل حرب داخلية ومواجهة حتمية، فيما يطالب حلف الناتو أعضاءه إلى خفض التوتر، داعيا أثينا وأنقرة إلى حل الأزمة وفق القوانين الدولية وروح التضامن بين الحلفاء. فهل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبية سيحل عقدة المتوسط؟ وأي إجراءات سيتم اتخاذها في المياه الإقليمية؟
لنقاش هذا الملف ينضم إلينا من أثينا دكتور عارف عبيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة البانديو. أهلا بك دكتور عارف. وأيضا ينضم إلينا من إسطنبول بروفيسور جانكيز تومار، مستشار جامعي وخبير شؤون الشرق الأوسط. أبدأ معك بروفيسور جانكيز، يعني تحذيرات أردوغان تخطت التلميح ودخلت في مصطلحات كزوال دول في حال اقترفت خطأ بحق تركيا، إلى أي مدى هذا يضع تركيا في مسار لا عودة منه مع اليونان ودول أخرى كحلف شمال الأطلسي؟ مساء الخير. طبعا تركيا من البداية تقول نحن يجب علينا أن نتفاوض الدول المجاور الشرق الأوسط المتوسط والبحر الأبيض المتوسط، كما فعلت تركيا في البحر الأسود، وأيضا كما فعلت الدول المجاورة في بحر خزر. ولكن اليونان وبعض الدول الأخرى اتفقت على الشيء حتى تضر لتركيا بالنسبة لحقها في بحر الأبيض المتوسط. لها كما تعرفون 1500 كيلومتر شاطئ في بحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، ولكن اليونان أن تفكر كل بحر إيجه بسبب الجزر هنا لها. ولكن كما تعرفون الحقوق الدولية بالنسبة للبحار تقول ليست الجزر المهم، القارات، يعني القارة اليونان وقارة التركية، لأنه بعض الجزر قريبة جدا من تركيا، 3 كيلومترات قريبة من شاطئ تركيا و600 كيلومترات بعيدة من القارة اليونانية. بالنسبة لهذه النقطة تركيا جاهزة لكل شيء، ولكن تريد المفاوضات حتى تتفق كل الدول المجاورة، ليست فقط اليونان والتركية، الدول الأخرى في المنطقة كما فعلت في البحر الأبيض المتوسط. ولكن إذا تستمر اليونان كما فعلت في السنوات الأخيرة في بحر الأبيض المتوسط، تركيا جاهزة لكل شيء حتى الحرب بالنسبة لهذه النقطة، لأنه المشكلة قديمة جدا بين اليونان وتركيا، نوعا ما كانت المشكلة مجمدة تقريبا 50-70 سنة. البحر إيجه بسبب الموقف اليوناني، لأنه لا تريد تتفاوض مع تركيا، تركيا دائما تقول نتفاوض حتى بالنسبة لبحر إيجه بالنسبة لبحر الأبيض المتوسط، ولكن لا تقبل اليونان حتى الآن. ولكن عندما تكون مشكلة تذهب إلى الدول أوروبا حتى لا تثق بنفسها في بهذه النقطة. تركيا جاهزة لكل شيء. نعم، أنتقل إلى دكتور عارف، ولكن قبل هذا نرحب أيضا بضيفنا الثالث دكتور يونس بالفلاح، أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، ينضم إلينا من باريس. سأتوجه إليك دكتور يونس لنناقش أكثر البعد الدولي. ولكن دكتور عارف، يعني اليونان تستقبل على أراضيها مناورات عسكرية يعني بمشاركات دول أوروبية، يعني وكما قال بروفيسور جانكيز بأن تركيا أيضا جاهزة لحرب، هل هذا استفزاز لتركيا هذه المناورات على كريت أم رسالة أم فعلا تتحضر لأي مواجهات محتملة؟ يعني إذا ما أخذنا ما قاله بروفيسور جانكيز بأنها متحضرة أيضا إلى حرب، هل هذه ترجمة لتصريحات رئيس الوزراء اليوناني بضرورة الانتقال إلى سياسة خارجية فاعلة ومبادرة؟ مساء الخير لكم من أثينا. أولا طبعا أنا أحترم جميع وجهات النظر وأعبر عن وجهة نظري فيما يخص النزاع التركي اليوناني. وجهة النظر اليونانية بشكل عام تنطبق مع القانون الدولي. اليونان وقعت على هذا القانون وقامت بتمريره على البرلمان اليوناني عام 1994، وبناء عليه قامت بتغيير خرائطها المائية في البحر المتوسط بما ينطبق مع البند 56 والبند 121 من القانون الدولي. بالتأكيد أنا أعترف يعني هذا القانون يشكل إجحاف بحق تركيا، ولكن هذا يعني هي طبيعة هذا القانون منح اليونان أن تكون للجزر اليونانية كما هي للبلد القارية. يعني على سبيل المثال هناك جزر يونانية كبيرة لا يمكن أن تحرم
من الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. على سبيل المثال جزيرة كريت تعتبر السادسة من في الكبر في البحر الأبيض المتوسط. هذه يعني نقطة يعني تحديدا الجزر اليونانية. تركيا لا تعترف بأن هذه الجزر لها جرف قاري أو منطقة اقتصادية خالصة. وهنا يجب التمييز بين نقطتين مهمتين. المياه الإقليمية يمكن أن تصل إلى 12 ميلا بحريا وتشكل يعني هناك تمارس سيادة وطنية يحق لكل دولة أن تتصرف كما تشاء، ولكن في المنطقة الخالصة الاقتصادية ليست هناك حقوق سيادية ولكن هناك حقوق استثمار. المشكلة الآن بين تركيا واليونان هي مسألة استثمار المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط. يعني فإذا ذهبنا إلى سيناريو الحرب كما يدعي بعض الزملاء، هذا السيناريو لن يساعد تركيا في استثمار تلك الخيرات ولا حتى اليونان، لأن الموضوع هو موضوع اقتصادي بحت بين البلدين، وكل بلد يحاول بطريقته الخاصة المحافظة على تلك الحقوق الاقتصادية في هذه المنطقة الحساسة من شرق البحر الأبيض المتوسط. نعم، يعني هذا يعني دكتور عارف أيدرج يعني في الحظ العاثر كما يراه بعض المراقبين بأن تركيا يعني محاطة بجزر يعني يونانية إن كانت مأهولة أو غير مأهولة التي ترسم الـ 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 الإقليم أو المياه الإقليمية لكل دولة؟ الموضوع هو أصبح بالنسبة لي موضوع قانوني بحت، لأن هناك جزر يونانية يحق لها جرف قاري ويحق لها منطقة اقتصادية خالصة، وهناك جزر باعتقادي الشخصي ليس لها الحق بأن يكون لها منطقة اقتصادية. وهناك أمثلة، يعني هناك مثال بين رومانيا وأوكرانيا، هناك مثال بين أريتريا واليمن. هذه الجزر صغيرة لا تستطيع حرمان يعني بعض الدول التي لها مساحات شاسعة كما تحدث يعني زميلي الأستاذ جانكيز من تركيا، والتي لها مساحة 1500 كتر على البحر الأبيض المتوسط، لأن لب النزاع بين اليونان وتركيا هي جزيرة صغيرة تسمى جزيرة باليوناني كاستيلوريزو. اليونان تطمح بأن تكون لهذه الجزيرة منطقة اقتصادية خالصة وتحصل على 40,000 كيلومتر مربع، بينما مساحة الجزيرة هي حوالي 10 كيلومترات مربعة. أقول وأكرر يعني وجهة النظر اليونانية تنطبق مع القانون الدولي، ولكن يمكن حلها ضمن المحكمة الدولية بما يرضي الطرفين. نعم، وصلت الفكرة. دكتور يونس، يعني لطالما يعني رأينا أن الدول الأوروبية بمعظمها قد أيدت أثينا، ولربما بسبب ما قاله أيضا دكتور عارف بأن يعني وجهة نظر اليونان تتطابق مع القانون الدولي، ولكن في هذه الحالة وفي دائرة يعني التصعيد بينها وبين أنقرة نرى بأن هنالك يعني سكوت أو محاولة لتراضي يعني أو جمع الطرفين على طاولة النقاش. هل هذه الوساطة الألمانية تعمل على هذا، وإلى أي مدى يعني تركيا تعتبر مهمة للمنطقة الأوروبية، وإلى أي مدى يمكن الاتحاد الأوروبي أن يدخل في مواجهة مع تركيا في حال تطورت الأمور؟ تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام. أنا أظن أنه على الرغم من الخلافات ربما اللي هي موجودة حاليا، إلا أن هناك إدراك وهناك تفاهم ضمني ما بين الأطراف التركية وما بين الأطراف الأوروبية من جهات أخرى، على أن السبيل الوحيد لحل معضلة اليوم الشرق المتوسط هو حل سياسي، هو فكرة المفاوضات، وأن ما حصل اليوم من استعراضات عسكرية جمعت بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا هي محاولة للرد على الاستعراض العسكري الذي كان الأسبوع الماضي من الأطراف التركية. وهناك ربما يمكن أن نسميه توزيع أدوار بين بعض الدول الأوروبية الكبيرة. فعليا موقف الاتحاد الأوروبي على المستوى الرسمي أو البيانات التي تخرج تكون متضامنة مع اليونان، وهذا منطق أوتوماتيكي لأن اليونان دولة في الاتحاد الأوروبي. لكن هناك توزيع أدوار، بمعنى أن فرنسا تأخذ الشق العسكري كرأس حربة لهذه المجموعة، ألمانيا تلعب دور الوساطة السياسية المعلنة مع الطرف التركي، في حين أنه قد نجد كذلك دول أخرى، وأقصد هنا بشكل محدد إيطاليا قد تلعب دورا مهما في مسألة التفاوض الغير المعلن مع تركيا، بحكم أن كان هناك تقارب إيطالي تركي خاصة في الملف الليبي، وحتى أن ذكر أن إيطاليا كان لها دور مهم في الفترة الأخيرة في تواصل ما بين الأطراف التركية وبعض الأطراف المصرية. الإدراك الأوروبي حاليا هو على أن فكرة القول على أن التمدد أردوغان أو فكرة القول على أن المشروع الخلافة أو غيره، هذا أصبح اليوم مستهلك إعلاميا، لكن هناك قناعة
ربما عند المستوى الأوروبي على أن أردوغان يتصرف في ملف غاز الشرق المتوسط بنظرة وطنية، لذلك هو مقنع بالنسبة لبعض الأطراف التركية، حتى الأطراف المعارضة لا تتكلم عن موضوع الغاز لأنه تعتبره ثروة قومية بالنسبة للأطراف التركية، وعلى أن حتى الإستابليشمنت أو الدولة العميقة في تركيا تدرك تماما أهمية هذا الموضوع، وأن اليوم هناك جغرافيا معقدة ما بين الاتفاقيات التي كانت أبرمت مثلا مع قبرص وإسرائيل سابقا وقبرص ومصر ثم اليونان ومصر، وكذلك الاتفاقيات التي أبرمت ما بين تركيا وبين حكومة الوفاق في ليبيا. فلذلك الحل الرئيسي لكي لا تتحول منطقة الشرق المتوسط من منطقة نعمة غاز إلى نقمة من حيث الحرب أو من حيث حالة الاحتراب أو العسكرة التي توجد في هذه المنطقة، أنا أظن على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبين تركيا سوف تظل علاقات قوية لأن الطرفين محتاجين لبعضهما. لكن هناك تساؤل، وهو تساؤل يتم طرحه حاليا بالنسبة لمراكز الأبحاث الأوروبية، نعم، هو دور الفاعل الأمريكي، باعتبار على أن الخصومات اليوم هي خصومات ما بين حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية. هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد خلق ما يمكن أن نسميه توازن ضعف في المنطقة بين الحليف الأوروبي وبين الحليف التركي حتى تتدخل في الوقت المناسب وتلعب أدوار طرائعية في هذا الملف كما حصل مؤخرا في الملف الليبي، وهل هناك ربما رغبة أمريكية للدفع قدما بتركيا كي تلعب بعض الأدوار نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة، علما على أن هناك خطر ربما، وهذا يجب أن ندركه بالنسبة للأطراف التركية، أن فكرة التمدد والفكرة الوجود في أوروبا وفي القرن الإفريقي وفي شمال إفريقيا عن طريق ليبيا وفي الشرق الأوسط قد يكون لها تكلفة كبيرة، خاصة لبلد مثل تركيا مطوق أولا بروسيا كحدود وكذلك بروسيا في سوريا ثم كذلك بالدول الاتحاد الأوروبي. نعم بروفيسور جانكيز، يعني كما قال دكتور يونس، يعني دخول لربما الولايات المتحدة يكون كتوازن يعني للمنطقة، توازن ضعف، كيف تقرأ تركيا دخولها، يعني دخول الولايات المتحدة الصورة، هل تقرأه يعني كمصلحة ودعم لها أم كتهدئة لتفادي أي تفاقم بين دول حلف الناتو المشاركة في المناورات المتناقضة والمتعارضة؟ طبعا أمريكا أعتقد لا تريد أن تكون هناك المناورات بين العضو الناتو، لأنه حاليا روسيا أصبحت قويا جدا في المنطقة، في سوريا الآن، في ليبيا، يعني بعد عندما نتذكر التسعينيات بعد انتهاء الحرب الباردة، الآن يعني بعد جورجيا أولا بعد ذلك كرم، الآن سوريا وليبيا. يعني إذا أمريكا تعرف جدا إذا يعني لا تفعل شيء تركيا تقترب من روسيا أكثر فأكثر، وهذا اسمح لي بروفيسور جانكيز، يعني ما مما تقوله يعني اقتراب لربما يعني ابتعاد الولايات المتحدة عن الصورة هو اقتراب تركيا من روسيا، يعني كيف أيضا يعني يكون هناك تقارب في هذا التزامن ما بين دعم الولايات المتحدة لتركيا في المتوسط، ويعني قبل يومين يعني رأينا اتفاقية S-400 مع روسيا من جانب تركيا، أليست هذه تجاوزات للبيت الأبيض ولسياسات لسياسات الولايات المتحدة؟ صحيح، هناك بعض المشاكل بين تركيا وأمريكا الآن، مثلا في سوريا قضية حزب المال الكردستاني في شرق إفراط، وقضية فتح الله جولان، وفي الآن في أمريكا هذا الشخص، وأيضا القضايا أخرى S-400 مثل هذه القضايا موجودة، ولكن تركيا 70 سنة كانت مع أمريكا ومع ناتو ضد روسيا كما تعرفون في حرب الباردة، ولكن الآن يعني بسبب أمريكا لم تعطي باتريوت لتركيا، وتركيا رغم أن فيها ذهبت إلى روسيا. عندما أمريكا تحاول أن تبني الدولة سطلت في سوريا الحزب العمال الكردستاني، تركيا تقترب من روسيا أكثر فأكثر، وهذا يجب على أمريكا أن نقطة التوازن بين العلاقات أمريكا وتركيا. الآن العلاقات ليست جيدة، ولكن في إمكانية أن
تفقد تركيا تماما. الآن التركية ليست تركيا في تسعينيات سبعينيات، يعني تغيرت الأشياء وأصبحت أقوى في المنطقة، وأيضا وجدت تركيا الغاز في بحر الأبيض المتوسط، وتريد أن تحاول أن يعني تحمي حقها في بحر الأبيض المتوسط معها، سواء أمريكا مع تركيا أو لا، هذا لا يهم تركيا. نعم دكتور عارف، يعني يقول بروفيسور جنكيز بأن يعني تركيا تحاول أو تحافظ على حقوقها في شرق المتوسط، وهذا ما تقوله أنقرة، وأردوغان شدد يعني مرارا وتكرارا أن تركيا لن تتخلى عن حقوقها ومصالحها في المتوسط. إلى أي مدى التعنت كما يصفه البعض، التعنت التركي، سيقود اليونان إلى طاولة الحوار، أو يعني إلى أي مدى سيقوده إلى العكس، إلى المواجهة؟ أول شيء أود أن أوضح نقطة تاريخية، هي عام 1960 بتوقيع الحكومة القبرصية واليونانية، تركيا هي دورة ضامنة للقبارصة الأتراك، إذن هي ضامنة لحقوقهم المشروعة في البحر الأبيض المتوسط، كونهم يعني جزء لا يتجزأ من جزيرة قبرص، هذا أولا. ثانيا بالنسبة لقبرص، منذ عام 2003 اتبعت سياسة مختلفة تماما عن اليونان، وهذه نقطة مهمة يجب توضيحها يعني للزملاء في تركيا، بأن قبرص قامت بتوزيع المربعات للاستثمارات في البحر الأبيض المتوسط بدون يعني تقريبا موافقة يونانية. صحيح اليونان لم تعترض، ولكن هذا الأمر عرض اليونان للانتقادات الشديدة، وجعل من قبرص الصغيرة يعني دولة عظمى أمام اليونان. قبرص وزعت المربعات لإيطاليا للاستثمارات وأمريكا، وكان الهدف من كل ذلك هو أن تأتي هذه الدول وتتعارض مع تركيا، الأمر الذي لم يحسب بشكل دقيق، ولهذا السبب كانت ردة الفعل التركية من هذه الناحية منطقية باعتقادي أنا الشخصي. بالمقابل هناك يعني هجوم قوي جدا تجاه اليونان. طيب لماذا لا يكون هذا الهجوم على قبرص؟ لماذا دائما اليونان يعني تكون في المقدمة؟ هناك دول أخرى تستخدم اليونان لتصفية حسابات مع تركيا. هذا الأمر مهم جدا للساس الأتراك، وعليهم أن يدركوه، وعليهم يعني احتواء اليونان بطريقة يعني ترضي الطرفين. يعني ما دور فرنسا الآن في منطقة شرق البحر المتوسط؟ فهي لا تجاور تركيا ولا تجاور لبنان ولا قبرص ولا اليونان، وتحاول استخدام اليونان وقبرص فقط لأن تركيا أصبحت دولة صاعدة ومنافسة للدور الفرنسي في منطقة الشرق المتوسط. وهذا المثال يكون أكثر وضوحا في الحالة الليبية، يعني تركيا استطاعت أن تفرض نفسها في الحالة الليبية على حساب الدور الفرنسي، وفرنسا تحاول استعادة دورها مستخدمة اليونان. لهذا السبب يعني لابد يعني من إعادة جدولة السياسة التركية فيما يخص الملف اليوناني. هناك رغبة قوية من اليونان، وتحديدا من رئيس الوزراء اليوناني، باللجوء للمفاوضات السلمية، وإذا تم الاستعصاء أو لم نصل إلى نتيجة ترضي الطرفين يمكن الذهاب بعد ذلك إلى المحكمة الدولية. نعم. وبرضا الطرفين. نعم دكتور يونس، يعني استمعنا إلى الدور الفرنسي، ورأينا يعني برغم الوساطة الألمانية التي تحاول يعني جمع الطرفين اليوناني والتركي، فرنسا وعلى لسان وزيرة الجيش اعتبرت في إشارة إلى تركيا أن هنالك دول تعتبر المتوسط يعني ملعبا لها. لماذا لا تأخذ فرنسا يعني مسار التهدئة في هذه الأمور، ولماذا تقود فرنسا هذه الحملة إلى جانب اليونان؟ هل هو تقاسم أدوار كما قلت سابقا وكما يعزوه أيضا دكتور عارف؟ لا، هو فعليا تقاسم أدوار، وكذلك هناك نقطة أخرى هي أن الحضور في الاتحاد الأوروبي وفرنسا قائدة الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن اليونان عضو من هذا الاتحاد، فمنطقي أن فرنسا سوف تكون مع اليونان، بغض النظر على أن أنا متفق على أن هناك خلافات فرنسية تركية حول ملفات أخرى، من بينها ليبيا، من بينها قضية تمويل الإسلام السياسي، حتى في قضية اللاجئين. لكن في نهاية المطاف سوف يكون للسياسة السبيل الأكبر في إيجاد حلول داخل هذه المنطقة، على الرغم من أنه الواقع الذي علمتنا له تجارب يعني سابقا في مسألة القضايا المرتبطة بالطاقة وبالغاز أو بالبترول عامة، أن يكون هناك حضور أكثر للاقتصاد، وهذا سوف تأتي هذه المرحلة مستقبلا، بمعنى أن حسم هذه القضية هو سوف يتم حسمه عن طريق شركات، ليس عن طريق دول، عن طريق الشركات المعنية بالصراع اليوم، توتال الفرنسية، إينيا الإيطالية، إكسون موبيل الأمريكية، كلهم أعينهم متجهة نحو منطقة غاز شرق المتوسط، باعتبار
أنه ثروة كبيرة موجهة فيما بعد لتسويقها داخل السوق الأوروبي. لكن التساؤل الذي يتم طرحه حاليا في مواجهة تركيا هو أنه أولا هذا التمدد الكبير وهذا الحضور الكبير لدي له عبء من حيث سواء العسكرة أو من حيث كذلك السياسة فيما يخص تكاليفه. والاقتصاد التركي حاليا يعاني بهذا بشكل كبير من حيث هذه التكاليف، وربما قد يتم استعمال عقوبات على تركيا في هذا الإطار. نعم بروفيسور جنكيز، يعني بما أنه يعني هذا يعني يزيد على كاهل الاقتصاد التركي، هنالك من يقول بكل بساطة أن التوترات الخارجية يعني وتحديدا في شرق المتوسط وتحديدا مع اليونان تنسي الشارع التركي أزماته الاقتصادية. هل فعلا ستنسي هذه الأزمات، أم يعني في حال تفاقم الموضوع لسقوط ضحايا بهذا التصعيد سيبقى الشعب التركي داعما أيضا لأردوغان؟ طبعا سيدتي، إذا تتذكر تاريخ تركيا في شرق الأوسط أكثر من 1000 سنة، هناك صعوبات كثيرة. كما تعرفون الأتراك يعني كشعب التركي تقريبا أسكر كله، يعني هذا الشعور موجودة. إذا هناك خطر الخارجي نحن يعني عشنا للأسف الحديث الأشياء. يطول ولكن الوقت نفذ منا. شكرا لك بروفيسور جنكيز تومار، مستشار جامعي كنت معنا من إسطنبول. شكرا لك دكتور عارف عبيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة البانديو، كنت معنا من أثينا. دكتور يونس بالفلاح، شكرا لك، ستكون معنا أيضا في الملف الثاني، أستاذ العلاقات الدولية للملف الثاني بعد دقائق.